إحدى أقدم ثلاث قرى موجودة بالجبل. واللي حياخدنا على هالجولة هو جورو ماهر. بيتسموا الأشخاص اللي بيعيشوا بهالمنطقة وبيشتغلوا بالفندق جورو لأنهم خلقانين وربيانين بهالمنطقة وبيعرفوا كل كبيرة وصغيرة. اسم هذه القرية اسمها العقر، سميوها بهذا الاسم بحيث أن العقر تعني ربط. فنسبة كان في عدة فخائض كانوا ساكنين في هذه المنطقة. قرية العقر مشهورة بصناعة ماء الورد. مارس هواية التسلق اليوم على ارتفاع 2000 متر. 2000 متر. 2000 متر على مستوى سطح البحر. صار وقت أكبر تحدي لليوم واللي هو تسلق الجبل الأخضر. يلا جاهزين؟ إذا كنتوا حابين تجربوا هالمغامرة الشيقة لازم تتبعوا هالتعليمات. ضعوا أحذية رياضية ما بتنزلق، احملوا معكم مي، البسوا كم طويل تفادياً لحصول جروح، وأهم شي كونوا شجعان. قربنا للنهاية وهلأ بطلت بدي أخلص. بالأول كنت خايفة ومصدقة نخلص، هلأ ما بدي أخلص، بدي أكمل.